مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. فريق أمريكي يغادر إلى سنغافورة للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي. لقاء مفاجئ بين زعيمي الكوريتين الجنوبية والشمالية لتبادل وجهات النظر حول القمة المرتقبة مع ترامب. مقتل 5 من متطوعي منظمة الخوذ البيضاء في حلب في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد مراكزها. التحالف العربي يحبط محاولة هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار باتجاه مدينة أبها السعودية ومطارها الدولي. قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية تضيق الخناق على الحوثيين في عدة جبهات. وليفربول يلتقي حامل اللقب ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.